السلام عليكم، تحية خوتي، تحية الأصدقاء الكرام، تبارك الله عليكم. تنشكركم بعدا أولا وقبل كل شيء على التعليقات الجميلة اللي كنلقى في القناة وعلى اللايكات ديالكم. تنشكركم بزاف، تعليقاتكم كلها جميلة وكلها في المستوى، تحية كبيرة. هذا هو الدومين خوتي ديالنا، حدادة. أنا دابا تنصايبو هنا هذا السقف، هذا خوتي كي تشاهدوا إن شاء الله مازال غادي نركبوا ليه الحديد ديالو هنا في الفوق، وغادي نديرو الطوله ديالو باش يحبس الماء ويحبس يعني الشمس. حنا دابا حاليا في هذا الجو، هذا الحراره هنا في النواحي ديال مراكش، ملي كنصور لكم هذا الفيديو. هذه هي الموقع كي تشوفوا، فين غادي تكون ان شاء الله واحد المكازا هنا ان شاء الله، الله يسخر المولى هذا الشيء هذا ان شاء الله، واحد المكازا مزيانه. راه الباب فين صايبناه، وهنا غادي يكون هنا غادي يكون السقف فين غادي تكون هنا المكازا ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا دابا كتشوفوا على الحديد ديالنا، المسائل كلها موجوده. خلينا ان شاء الله غير نبداو الخدمه، خاصنا شي حاجه ديال الماتيريال باش نطلعوا بحال هذا الحديد هذا. ان شاء الله نبداو الخدمه ديالنا في هذه المكازا هذه، الله يسخر. وسيدنا شكرا بعدا تبعتوا معنا اللقطات ديال الرباط، كيف مشينا عند خوتنا الفنانه وتلاقينا معاهم، داز داكشي مزيان الحمد لله. تلاقينا مع واحد العدد ديال الفنانه تنشكرهم بزاف، سي احمد التالي، طيب مصالح، الناس ديال عبيده الرما، خوتنا وحبابنا، خويا سي المعطي دار ولد زيدو، الغياط المعطي الغياط، خوتنا كاملين، سي اسماعيل ماهر، خويا عماد ازار، خويا سي العربي قاسمي، خويا سي العيد غرابي. هادو الناس اللي تلاقينا معاهم وكنا فرحانين. وما نساوش خويا سي مصطفى الدهيني اللي حتى هو حضر معانا وازرنا، سي مصطفى الدهيني الفنان وصديق الفنانه، تنحبوه وتنقدروه بزاف، كيف تنحبوا هذوك الناس الفنانه كاملين وخوتنا كاملين، الشعب المغربي كامل داخل المغرب خارج المغرب. هذا الفيديو هذا هي باش تعرفوا الدومين ديال خوكم خالد، راه هو هذا كنخدموا هادشي ديال الحديد، خدموا نوبه في الكراج، نوبه في شي حاجه اللي كانت خارجه بحال هكا تنمشيو ليها. وهادشي اللي كاين اخوتي، تحيه كبيره. ما تنساوش بالتعليقات ديالكم البارطاج، بارطاجيو الفيديو مزيان يوصلوا للاخوان ديالنا مزيان. راه قربنا ان شاء الله على بعد شي حاجه قليله باش نوصلوا لواحد 20000 ديال المتابعين، وبغينا 30000 وبينا 100000 وبينا مليون، علاش لا؟ خوتنا المغاربه احبابنا راه تنقدموا شي محتوى اللي زوين ومميز، ما فيهش شي حاجه اللي خايبه الحمد لله، تبارك الله عليكم. شكرا جزيلا على تعليقاتكم المميزه، وبقاو ديما أوفياء القناتكم خالد بن سبع تي في. أجمل تحية لكم أخوتي العزيز.